الشيخ ابن شهاب رضوان الله عليه في سورة مريم جاء إلى قول الله عز وجل: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. وقف الله ما أفقه وقفته. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. الشاهد هنا أن العطاءات والهبات تأتي عندما تخلو برب الأرض والسماوات. فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا في خلوتها؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فطمع سيدنا زكريا، هنالك دعا زكريا ربه، قال: يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة: فين يا محمد؟ وهو قائم يصلي في المحراب في خلوته. الهبات في محاريب الخلوات، عندما تخلو بالله عز وجل ويرى الله عز وجل مسكنتك. وما أجمل العبد يرى الناس إذا خلوا انتهكوا محارم الله أن يكون على الضد، كلما خلا أسرع إلى الله، فكأنما هو ينتظر الساعة التي يخلو فيها، حتى بنفسه، حتى وإن كان زوجته نائمة بجواره. يقول لك: كان السلف، كان الواحد منهم يخادع زوجته كما يخادع الرجل الصبي الصغير. ابنك وانت بتنيمه كده وتروح بيه ماشي متسحب كده ويخلو بالله عز وجل. السيدة عائشة افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم مرة فلم تجده بجوارها، فجعلت تمد يدها فوجدت قدميه منصوبتين وهو يدعو في سجوده، نقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأعظم الخلوات يا حبيبي التي لا ينطفئ مصباحها، مصباح الأسحار لا ينطفئ بالنهار. وأعظم الناس تحقيقا لأحلامهم هم الذين يسهرون على حراستها في خلوة الليل، يأتي إلى الله عز وجل فيسجد ويتضرع. بل إن بعضهم لا يحسن، مش شرط أن أنت تدبج الكلام: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. ما قالوش لا لازم ومش عارف إيه. ربنا يبصر قلبك ويسمع صمتك. إن للنية صوتا يسمعه الله، يسمعه الله، وإن لها رائحة تفوح على جدار صاحبها. فتجد الرجل الذي استأنس قلبه بالإخلاص، بل واستأنس بالله، يأنس به كل واحد. سيدنا سهل بن عبد الله التستري قال له كلمة من أعظم ما قرأت، يقول: من حسنت صلاته أنس به كل أحد. الله يقعد معه كده. لا، والصلاة يا محمد خلوة، فأنت تخلو فتلقى الهبات والعطايا والنفحات. ومن تعود الخلوة بالله كان أرحم الناس وكان أعظم الناس حظا من البركات.